طيب نبتدي بقى في حلقة النهاردة من كلام في الميديا، خلينا نروح نشوف أهم العناوين. الأهلي يبدأ مواجهات الكبار أمام فيتا كلوب. الأهلي يحشد قوته الهجومية للفتك بفيتا كلوب. الشحات وياسر ورمضان أسلحة لاسارتي لإسقاط بطل الكونغو. الأهلي يخشى مفاجآت فيتا كلوب في بداية المشوار الأفريقي. الأهلي يؤكد جاهزية سعد سمير لموقعة الجزائر. وزير الرياضة يرفض المجاملات في لجان كأس الأمم الأفريقية. صلاح في التشكيلة التاريخية لليفربول في عصر البريمير ليج.